بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبعد ما اتكلمنا عن أخبار نادينا نروح بقى لفقرة الأخبار المتنوعة، والبداية بقى من عند كأس الأمم الإفريقية. خلاص لا صوت يعلو فوق صوت كأس الأمم الإفريقية، وأعلن كريس هيوتن المدير الفني لمنتخب غانا قائمة الفرقة أو قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا اللي هتقام ما بين 13 و11 فبراير إن شاء الله بإذن الله في كوت ديفوار. والقائمة خلاص هو أعلن كل شيء للإعلام، كان في تكتم كبير فأعلن استبعاده توماس بارتي لاعب وسط غانا، ده أكيد بسبب الإصابة اللي تعرض ليها، وكان في وجود عدد من النجوم طبعا البلاك ستارز على رأسهم محمد قدوس نجم ويست هام يونايتد، وإنياكي ويليامز مهاجم أتلتيكو بالباو، بجانب طبعا الشقيقين أندريا وجوردن آيو، وبيتواجد في المجموعة الثانية منتخب غانا في مجموعة بتضم منتخبنا الوطني ومنتخب الرأس الأخضر وموزمبيق. ومن المقرر إن شاء الله المشوار هيبتدي بمواجهة رأس الأخضر في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهيلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية مع منتخب موزمبيق فيما يخص مجموعتنا. أعلن بقى الاتحاد أو المنتخب الجزائري لكرة القدم استبعاد مهاجمه أمين جويري نجم نادي استاد ريان الفرنسي من السكور أو من القائمة المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بسبب الإصابة، ده بعد التشاور مع الطاقم الطبي. وأكد جمال بالماضي اللي هو في الحقيقة بلغة الكورة كده ذئب في تصريحاته، بيلعب دايما على الحرب النفسية، وبدأ الحرب بدري بدري لما قال لنا امبارح إن إحنا مش مرشحين، لأ دي مصر وتونس والجزائر مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار هم أبرز المرشحين، ده بيشيل الضغوطات من على لعيبته، ولكن بالتأكيد منتخب الجزائر هو من ضمن المرشحين إن شاء الله إن هم يكونوا موجودين في المربع الذهبي. جويري لعب لمنتخبات فرنسا في كل الفئات السنية وتحول لتمثيل منتخب الجزائر مؤخرا، كان من المفترض إن هو هيشارك في أمم إفريقيا لأول مرة ولكن تم استبعاده بسبب الإصابة اللي لحقت به مؤخرا. ماشي نروح بقى الخبر، أنا بسطني جدا، يعني أنا بصراحة من عشاق ليونيل ميسي، الراجل موهبته بتتكلم عنه. ليونيل ميسي ده على فكرة كان محط أنظار معظم الجامعات اللي بتهتم بدراسة جزئية التوافق العضلي العصبي، أو اللي هم بيهتموا أكتر بالسبورتس فوتبول زي كامبريدج مثلا، فبدأوا إن هم يفكروا يشوفوا ليه ميسي بيعدي بسرعة ما بين اللعيبة. يعني وانت حضرتك بتتفرج على ليونيل ميسي ما بيبذلش مجهود، هو بيعدي ما بين اللعيبة يعني بدون اي تعب، بدون اي ما بيبذلش تعب او مجهود ان هو يراوغ او ان هو يعدي، تلاقي ميسي بياخد واحد في التاني في التالت وبيعدي زي السكينة في الحلاوة كده زي ما بنقول. فده ليه سبب علمي، ان ميسي مخ ميسي او ذهن ميسي طريقة تفكيره بيقولك بتسبق مخ البني ادم الطبيعي مش عارف بقد ايه فينتو ثانيه او بقد ايه جزء من الثانيه، هو بيتوقع او مخه الرياكشن او الريفلكس بتاعه بيسبق رد فعل المدافع اللي بيدخل عليه، فبالتالي ميسي لما بيكون عدى يمين بيكون اللاعب خلاص يعني هو راح في حته ثانيه، فتلاقي ميسي راح في حته واللاعب راح في حته، لان هو عنده قدرات ربنا سبحانه وتعالى حبا بيها حاجه يعني زي السوبر باورز كده، حاجه خارقه ربنا يا رب يديمها عليه، ويفضل موجود في الملعب أطول فترة ممكنة عشان يمتعنا. ومن الأخبار اللي بسطتني بقى هو خبر كان أصدره رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بحجب قميص أو تيشيرت ميسي رقم 10 بعد اعتزال أسطورة منتخب الأرجنتين. هيكون نجم انتر ميامي اللي هو عنده النهاردة 36 سنة آخر لاعب يرتدي القميص الأيقوني رقم 10. وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني لن نسمح لأي شخص آخر بارتداء رقم 10 بعده، خلاص قولا واحدا الملف مقفول، الموضوع منتهي مدى الحياة، مفيش خلاص حد هيلبس تيشرت 10، ده يعتبر هو أقل ما يمكننا القيام به من أجل ميسي. وعلى فكرة مش دي المرة الأولى اللي يطرح فيها هذا الموضوع أو القضية دي بتاعت حجب رقم 10 بعد اعتزال ميسي، وفي الحقيقة يستحقها عن جدارة واستحقاق، وده أقل تقدير وأقل تكريم لميسي.